بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين. يا شباب، بالنسبة للرياضة، على الصعيد الشخصي كنت وسأبقى داعم لكل ما يتعلق بالرياضة، رايح أوفر ميزانيات كبيرة لدعم فرق كرة القدم والسلة في بلدنا. بالمقابل بتوجه لإدارات الفرق لباكة، حق عليكم إنكم توصلوا درجات عليا في حال حصلتوا على ميزانيات كافية. ومن أهم الأشياء اللي رايح أعملها بناء قرية رياضية عصرية فيها ملاعب متنوعة برك سباحة وأنواع مختلفة من الرياضة. ولبلدنا في أمل، وبالله نستعين. مرشحكم لرئاسة بلدية باقة الغربية جلال أبو حسين. لبلدنا في أمل.